قبل سنة 2020 هيتم القضاء على فيروس سي في مصر تماماً من خلال أكبر فحص وعلاج طبي في تاريخ البشرية ل 45 مليون مواطن بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عشان نمنع الإصابة بالمرض ونقضي عليه ويخرج من خريطة الأمراض المتوطنة. الحلم بيتحول لحقيقة ودايماً بصحة أهلها. تحيا مصر.